رجعنا لكم بعد الفاصل. خلوني ارحب بضيفنا الاستاذ هاني سمير، محامي بالاستئناف. صباح الخير عليك استاذ. صباح الخير يا فندم. وقبل ما اتعرف لازم نوجب، لازم بركه عزاء للنائب محمد بدوي دسوقي، وخالص تعزينا للاستاذ محمد بدوي دسوقي نائب بمجلس الشعب عن دائره الجيزه رحمه الله. استاذ هاني، عايزين نعرف اكتر عن حياتك. والله انا حياتي يعني تتلخص ان انا من عيله سياسيه الحمد لله وشكر لله. كان والدي رحمه الله عليه الحاج سمير ناجي كان رئيس مجلس الشعب المحلي مركز اولاد صقر عن دايره اولاد صقر. وانا تربيت يعني في بيت سياسي، وانا ماشي على النهج بتاعه دلوقتي. طبعا انا محامي وحاصل على لسان حقوق طبعا، واسمي هاني سمير ناجي وبس كده. يعني حضرتك ترعرعت من بيت سياسي؟ بيت سياسي طبعا. طبعا بيت سياسي ابا عن جدا، يعني والدي رحمه الله عليه كان سياسي من الدرجه الاولى وكان وطني كمان. يعني حضرتك يا استاذ هاني مرشح لمجلس النواب، يعني ازاي جت لحضرتك فكره الترشيح؟ والله احنا مجموعه من الشباب مع بعض، يعني لينا كيان عايزين يتم في مركزنا، عايزين مركزنا مركز ولاد صقر ده يبقى حاجه، لان احنا يعني اتظلمنا في حاجات كتير. مركز ولاد صقر طول عمره مظلوم شويه. ليه بقى؟ لان طبعا احنا بيطلع 2 نواب من مركزين، مع ان احنا تعداد النسمه بتاعتنا اعلى، يعني كام تقريبا 200,000 نسمه، يعني مركزنا 200,000 نسمه. فازاي يبقى مركز كفر صقر ولاد صقر مركزين؟ ماشي، مركز كفر صقر برضك 200,000 وي، واحنا ولاد صقر 200,000 وي. طب يطلع من مركزين نائبين ازاي؟ انا النهارده نفسي ان المركز ولاد صقر ينفصل عن مركز كفر صقر. ليه بقى؟ مركز كفر صقر طبعا ليه قرى كتير وتوابع كتير، واحنا كذلك احنا محرومين من حاجات كتير قوي في مركزنا، وعندنا مشاكل كتير هنطرحها دلوقتي مع حضراتكم باذن الله. استاذ هاني، هل حضرتك مدرك المسؤوليه اللي بتواجهها في العمر ده، وهل حضرتك هتقدر تتحملها؟ والله يعني زي ما احنا متحملين البرنامج دلوقتي، لان طبعا البرنامج طبعا يعني الواحد ما بيطلع على الهوا كده غير لما بيتكلم كده. يعني ان شاء الله باذن الله نحاول نكمل مسيره الحاج حسن طه حبيب. كان عضو مجلس الشعب عندنا في دايره ولاد صقر، وراجل كان ليه باع سياسي كبير، وراجل ما شاء الله خدم ولاد صقر، وهو اللي عمل مركز ومدينه ولاد صقر، واحنا بنكمل النهج بتاعه لان احنا اتربينا على سياسه. حضرتك عايز تكمل النهج بتاعه بنفس الاسلوب؟ والله مع اختلاف الوقت والتفكير بفكر الشبابي. الحمد لله طبعا كل زمن وليه رجال بيختلف. وبيختلف. فانا النهارده يعني لما اجي مثلا انوي الترشح ومعايا مجموعه من الشباب، واحنا شباب والشباب قوه زي ما انت عارفه طبعا. وطبعا احنا النهارده يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيناشد وبيقول الشباب 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 الشباب، فاحنا النهارده نقول الترشح بناء على تعليمات سياده الرئيس طبعا. يعني استاذ هاني لو حضرتك اخذت اعلى نسبه تصويت، ايه اهم القضايا اللي هتناقشها في دايرتك؟ اول حاجه هفصل دايرتين ان شاء الله باذن الله، يعني هفصل دايره ولاد صقر حضرتك على مشاكل طبعا، لان احنا طبعا مظلومين، لان طبعا دلوقتي معظم الاعضاء من مركز كفر صقر، فمركز ولاد صقر مظلوم النهارده يعني بصراحه. يعني دي اول حاجه هنتخذ القرار ده. ممكن بالنسبه لحضرتك بتشوف النقطه دي، او بالنسبه لبعض الناس بيشوفوا النقطه دي، لكن وليس الكل. والله معلش يعني احنا مركزنا ده يعني ليه قرى كتير تابع ليه، يعني مدينه ولاد صقر ومركز كبير. يعني مثلا لما تيجي النهارده لو قلت لك ذكرت لك عده القرى اللي موجوده في المركز، انت هتقولي ازاي المركز ده ما انفصلش؟ يعني النهارده في يعني في قصاصين الازهار، وفي زورة بالليل، وفي الصوفيه، وفي طلراك، وفي قرى، في بنا حسن، وفي قرى كتير. يعني حضرتك دلوقتي عايز تفصل الاثنين طبعا بعض. لان هل حضرتك عندك القدره الكافيه يعني للعمل السياسي؟ والله بقى القدره الكافيه دي بقى ان شاء الله باذن الله لما اكون نائب اكيد هكون عندي القدره الكافيه باذن الله. لازم يكون في بلان وتخطيط. يعني احنا عندنا بنواجه مشكلات كتير قوي يا جماعه عندنا في مركزنا بصراحه. يعني المركز عندنا محروم من حاجات كتير. يعني ايه هي المشاكل اللي بتواجهوها؟ المشاكل يعني
اللي بجد يعني الناس يعني الأغلبية بيشتكوا منها. لحد دلوقتي احنا بنعاني من مشكلة المياه. طب احنا ازاي احنا لحد دلوقتي بنعاني من مشكلة المياه؟ دي حاجة. تاني حاجة احنا ما عندناش في مدينتنا، المدينة بتاعت ولاد صقر ما فيهاش محطة مياه شرب. طبعا مشكلة المياه ده عندنا لما يعني مشكلة كبيرة، يعني ازاي في احنا القرن 21 وفي مشكلة مياه؟ طب ازاي؟ دي حاجة. تاني حاجة عندي برضك مشكلة في الصرف الصحي، عندي مشكلة في الطرق، عندي مشكلة في الكباري، عندي ازدحام كبير قوي في داخل المدينة، ولسه يعني بالنسبة عندنا سوق قافل المدينة خالص. ان شاء الله واحدة واحدة وبيتم حل كل المشاكل اللي حضرتكم بتتكلموا عنها. ده ولسه ده كمان ده هو بيتم يعني حاليا. طبعا كلنا عارفين ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو حاليا بيقوم بتطوير هذه المشكلات، وكلنا بنشوف وان شاء الله نلاقي نتيجة كويسة قريب. اكيد سيادة الرئيس طبعا ربنا يعينه وكان الله في عونه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. واحنا كلنا مع سياده الرئيس طبعا. تكلمنا عن مؤتمر الشباب اللي اتعمل في شرم الشيخ. والله من ده من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني كل ما هو بيسعى ليه الشباب، لان الشباب ده عماد وطن وحمايه الوطن. بالشباب تكمل اوطاننا. الشباب هو عنصر مهم جدا في المجتمع. النهارده انا لما اعمل مؤتمر للشباب ماشي في جميع انحاء دول العالم، بيبقى في تعارف، تقارب، ثقافات، معارف. فاحنا النهارده لما يجي الرئيس عبد الفتاح يقول الشباب، طب احنا الحمد لله اهوت احنا شباب وعايزين نترشح برضه. طيب وازاي جت لحضرتك فكره الترشيح في سن صغير؟ والله انا مش سن صغير قوي يعني، بس يعني ايه يعني انا النهارده عندي 38 سنه، فالسن يعني اهو يعني مثلا لسه سنه كمان على المجلس الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. فربنا يسهل ان شاء الله. انا نفسي اخدم بلدي، مش ولاد صقر المدينه فقط، انا نفسي اخدم المركز ككل. استاذ هاني، ايه رايك في الفرص اللي الدوله بتمنحها للشباب؟ والله ما هو انا جيت عايز اقول لحضرتك على حاجه. النهارده انا لما ادي فرصه للشباب ماشي، هو الشباب ده ايه؟ مش هو الطبيب وهو الضابط وهو اللي بيدافع عن الوطن وهو معلش يعني انا عايز اقول حاجه النهارده، انا مش عايز برضك يعني ان انا اقول الشباب بس هم اللي في المجتمع او بقيه الشيوخ لا، انا بقول النهارده الوطن بتبني على الشباب. مين بيدافع عن اوطاننا؟ مش الشباب. مين بيحمي اوطاننا؟ مش الشباب. مين اللي بيحاول يتقارب مع الجار؟ مش الشاب. مين اللي حاول يزور المرضى؟ مش الشاب. مين اللي بحاول ينشر التوعية والثقافة؟ مش الشباب. فطبعا يعني الشباب يعني ما يعني النهاردة أنا كشباب أو الشباب النهاردة عنصر مهم في المجتمع المصري. طب أنا عاوزة من حضرتك تشرح لي جزء من المشاكل اللي بتواجهها دايرتك. طيب أنت جيتي بقى على الجرح، الموضوع اللي حضرتك نفسك تتكلم فيه يعني من اول الحلقه. يعني انا عارفه بصراحه يعني احنا بتواجهنا مشاكل كتير قوي. احنا عندنا مستشفى عام مركزي بس انا للاسف 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 خالي، يعني مش عايز اقول خالي من الاطباء برضو يعني لا، خالي من الخدمات. انا النهارده عشان يحصل حادث او يعني انا ازيد تبعد عني 50 كيلو، انا النهارده عشان اروح مستشفى اولاد صقر المركزي واسع في الحاله دي يعني ولسه مفيش دكاتره، مفيش طبيب. المستشفى بتعاني من الخدمات كتير. ان شاء الله يكون فيه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. عايزينك توجه رساله للشباب حاليا في هذه الفتره، لو للشباب بالذات اللي ناوي يخوض التجربه، تحب توجه لهم ايه وتحب تنصحهم بايه بالظبط؟ والله انا نفسي نواب مجلس المجلس النواب القادم يبقى كله شباب. دي حاجه انا امنيه حياتي، لان النهارده الشباب هم قاده. الجراءه في الشباب. انا النهارده عشان اجيب خدمه لبلدي هتكون الشباب. ليه؟ قوه، عنصر مهم جدا، عنصر فعال، مثقف، متعلم. النهارده الشباب هم حماة الوطن وهم عماد الوطن.
ان شاء الله استاذ هاني عايزين نقابلك بعد ما حضرتك ان شاء الله يتم الترشيح يا رب، ونشوف ازاي هتعالج المشكلات دي، وهنستضيفك مره تانية ان شاء الله في برنامجنا. انا سعيد جدا بيكم والله. هل مرشح حاليا يعني بيقوم بواجباته مرشح؟ ما هو يعني حاليا دكتور صلاح على ما اعتقد. الدكتور صلاح راجل محترم وراجل خلوق جدا، وطبعا يعني في حاجات تبقى غصب عنه وهو على قد. هل هو بيهتم بدايره اولاد صقر عن مركز اولاد صقر عن مركز كفر صقر؟ ما هو انت كده بتودي بتلبسيني في زي ما بيقولوا في الحيطه. هو الدكتور صلاح شخصيه محترمه جدا، لكن احنا انا مش عايز اتكلم عن الدكتور صلاح. الدكتور صلاح بيعمل على قد استطاعته، وراجل معلش هو النهارده الدكتور صلاح والاستاذ محمد علي يوسف والحاج محمد حلمي اللي بيقدروا عليه بيعملوه، لكن انا النهارده بتكلم على مركز اولاد صقر. فهو خالي من نائب. ليه؟ تمام. مركز كامل خالي من نائب. انا النهارده نفسي وامنيه حياتي ان اولاد صقر يكون فيها نائب، وامنيه حياتي ان اولاد صقر كمركز، اولاد صقر كمركز، اولاد صقر لحد حته اسمها حنوره تبع مركز اولاد صقر. نفسي يبقى في نائب للمركز كامل يخدم المركز كامل، مش يخدم المدينه بس في حسب، لا المركز كامل. لانه حضرتك شايف ان هو بيعاني من الكثير من المشكلات. طبعا طبعا مشكلات كثيره. حابين نعرف اكتر عن برنامجك، يعني لو برنامجك الانتخابي. تمام. يعني اولا انا باذن الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني اول حاجه انا عايز اعملها، بس انا مش حابب اتكلم على المدينه، لان انا لما باجي اتكلم على المدينه في ناس كتيره بتزعل تقول لا انت هتبقى نائب المركز. انا اولا هبدا بالمدينه. انت عندك في المدينه حضرتك النهارده عندنا في المدينه مشاكل كتير، في ازدحام كتير في المدينه. طيب نمبر 1 السوق سبت وحد واثنين، ثلاث ايام في الاسبوع سوق داخل مدينه اولاد صقر بيشيل حركه المرور، دي حاجه. تاني حاجة مشكلة المية، أنا أمنية حياتي أعمل محطة مية باسم مدينة أولاد صقر وهتصب على المركز كامل إن شاء الله. تاني حاجة مشكلة التعليم عندنا، إحنا في حاجة تكدس كبير قوي في الفصول عندنا، يعني الفصل النهاردة 65 فوق ال 65 طالب. طب إزاي؟ طب الطالب ده هيتعلم إزاي؟ فأنا النهاردة عايز مدرسة تانية وتالتة، عايز مدارس ابتدائي. احنا النهارده مركز ومدينه تعليم. اول حاجه الانسان بيتبني عليها التعليم، فانا النهارده عندي مشكله طبعا. في التعليم عندي مشكله، في الصحه عندي مشكله، في المياه عندي مشكله، في الطرق عندي مشكله، في الصرف. ده مش هي مش, مش 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 مشكله الدايره بتاعت حضرتك فقط، هي مشكله يعني بعض المناطق، وان شاء الله هو بالفعل بيتم حل هذه المشكلات باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. لابد طبعا من الاهتمام بمنظومه التعليم وكل هذه المنظومات فعلا. فهو مثلث اساسي المفروض نهتم بيه. هو فعلا هو مثلث اساسي فعلا يا نيره، فعلا كلامك أكيد صح. أكيد. لانه لو فقدنا جزء منه في حاجات كتير بنفقدها وبتعمل لنا مشاكل فيما بعد. طبعا. احنا نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا يكون عندنا نائب في دايرتنا يخدم بلدنا، وان شاء الله باذن الله نامل في ذلك يعني ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ هاني محامي بالاستئناف. شكرا متشكر لك يا يارا، وشكر خاص للاستاذ احمد دياب والاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه. ودي كانت حلقتنا النهارده، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج عايش. انا متشكر جدا وسعيد جدا بحضراتكم والله وبالقناه قناه الصحه والجمال، وسعيد جدا ان انا معاكم. شكرا ليك. شكرا ليك استاذ هاني. شكرا ليك. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب.